معانا ده كمان تحديث لاخر اسعار العملات والذهب، ودايما بنبدا باسعار العملات والدولار الامريكي اللي سجل شراء 15 جنيه 64 قرش، بيع 15 جنيه 74، اليورو 17 جنيه 91 قرش، والبيع 18 جنيه و8 قروش، الجنيه الاسترليني شراء ب 20.90 قرش والبيع ب 21 جنيه و14 قرش، الريال السعودي شراءه ب 4 جنيه و18 والبيع ب 4 جنيه و19، الدينار الكويتي 49 جنيه و32 قرش للشراء والبيع ب 52 جنيه و15 قرش. تعالوا كمان نتعرف على اخر اسعار الذهب، ودائما بنبدا بعيار 18 اللي سجل 694 جنيه، عيار 21 وصل ل 810 جنيهات، وعيار 24 وصل ل 926 جنيه، والجنيه الذهب عامل 6480 جنيه.